بص يا جدعان، هو انا دلوقتي فاضل لي 3 فيديوهات اسجلهم. دول اخر 3 فيديوهات اسجلهم قبل ما اخلص اجازتي، ماشي؟ فما كنتش لاقي لعب حلو على ستيم، بعدين لقيت العاب على اتش دوت اي او شدتني شويه. في اللعبه اللي انا النهارده هي لعبه سكويد جيم. ايوه انا عارف، بس السبب اللي خلاني اختارها ان هي كانت مكتوبه بالعربي لعبه الحبار، فواضح ان اللي عاملها عربي، فقلت نشوفها عامله ازاي مع بعض، ماشي؟ فانا اجيب الشاشه، هي لعبه ببلاش، تنزلها ببلاش، ماشي؟ هنشغلها ونشوفها مع بعض على طول، ماشي؟ فبسم الله نبدا منبه، وبسم الله نشوف اللعبة عاملة ازاي. ايه ده، فلاب جاك؟ اوكي تمام. بنشوف عامل ايه بقى. طبعا كان في ترند بتاع لعبة الحبارة، ماليش دعوة بيه. المسلسل عجبني جدا وكل حاجة، بس مش أحسن مسلسل في العالم. بس أنا اللي شدني للعبة دي إن اسمها كان بالعربي لعبة الحبار، فقلت لازم أجربها الصراحة. اوكي لغاية دلوقتي تمام، ومربعات قدام اهو والدوائر ورا، فتمام. بس خلاص كده دي البداية. اوكي، وبالمناسبة تقريبا موجودة على اندرويد واسمه ايه ده وبي سي. انا بلعبها بي سي طبعا. خلونا نجرب اول واحدة. خفت الرعب. اهلا وسهلا بحضرتك بقى. يا لهوي على المنظر. ماشي اوكي، اقف اقف يا بنت، يخرب بيتك اقف. انا اتحركت ليه؟ انا غبي قوي. اقف اقف يا بنت. اوكي وقفت المرة دي، ماشي. اقف، يا نهار ابيض، اجري اجري اجري، اقف. اوكي لسه عايشين لسه عايشين، ماشي. اقف، يا نهار ابيض، ايه التوتر ده والله، المزيكا اصلا كل حاجه. عدي بسرعه عدي بسرعه، عدينا خلاص الحمد لله. اوكي اول حاجه نجحنا فيها. ايه ده، في ايه؟ ايه ده، في ايه؟ ايه ده، يا نهاري، ده عندي وقت وكورة. خربت المزيكا والله العظيم، أنا متوتر ليه أقسم بالله. يا والنبي لأ، تاني. لا اوكي، انا وطيت الصوت في ودني شويه عشان اعرف اعلق، لان مش عارف اعلق من صوت المزيكا. اوكي ماشي، هي المره دي هي المره دي هي المره دي. خرب بيت المزيكا والله العظيم، المزيكا بتاعت اللعبه عاليه قوي، يعني لما تيجي تنزلها هتلاقيها عاليه قوي. او ماي جاد، بتاعتي صعبه قوي على فكره، ما يبانش ان هي صعبه بس هي صعبه. البتاعه بتاعت الكوره دي ما يبانش عليها ان هي صعبه بس هي صعبه جدا. اوكي لازم ما اسيبش الزرار، لازم ما اسيبش زرار الماوس، يعني لو عايز ابطأ لازم اقرب من الكوره. هو عملها بطريقه حلوه الصراحه موضوع الكوره ده، حاسس ان النسخه دي عجباني اكتر من النسخه بتاعت الروبلوكس اللي كله لعبها دي. اوكي اوكي هوبا، كنت هموت. المزيكا مالها؟ ايه ده، مالها؟ قلبت مزيكة بوردر لاندز كده او ذا لاست اوف اس باين. نمشي ازاي؟ نمشي كده؟ دي الامبريلا، الله اكبر. يمين ولا شمال؟ يا نهار ابيض، الامبريلا صعبة قوي. يا رب ما اموتش بس. ايوه ايوه نجحنا. اوكي ماشي، شد الحبل. ايه يا عم دوختني. اوكي بيشتغل ازاي بقى شد الحبل ده؟ اكس ايه اكس؟ اعمل ايه؟ ايه ده، في ايه؟ لازم ادوس في ده، انبوت اما 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 بتاع، لازم يكون ايمك كويس عشان تعملها دي. اوكي لا جامده والله، الناس بقى تقعد. يا نهار ابيض، في واحد واقع يعني. اوكي اللي بعده، معلش يا جماعه، باي 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 يا كابتن، والله معلش، سوري سوري. اللي بعده، باي باي يا كابتن، معلش. ايش اللي بعده؟ سلام يا اخ، سلام، مع السلامه مع السلامه. كسبنا بس يعني.
مقابل ايه؟ موت الاخرين. ايه ده بقى؟ معايا 15 محاوله ولا ايه؟ مش فاهم ازاي ارفع بتاع. اوكي هادي اضرب. ايه ده يا جماعه؟ ايه القرف اللي انا عملته؟ ايه لحظه لحظه لحظه. اوكي في فيزيكس. لحظه الكوره بتتزحلق. اوكي ماشي نيفر مايند. اعمل كده اضرب. هادي في الجول على طول. اوكي واضح ان انا ضربت قوي شويه. ارجعي بقى ارجعي ارجعي ارجعي. ايوه ايه ده؟ الو كانت هتروح والله. ايه ده ايه ده كده؟ طيب بس خلاص ايزي. ايه ده؟ عايزين نروح شمال سيكا يا جماعه. بالنسبه ان انا مش عارف اجيبها فعلا. ايه الهبل ده؟ شمال سيكا. الفيديو ده شكله هيبقى قصير اقسم بالله. ايوه بس خلاص اوكي كده فاضل ايه؟ السكويد جيم نفسها. ايه في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اوكي تمام احنا لبسنا يا جماعه. هو انا كده اعملها صح ولا لا؟ اضرب كده. الله عليك. يمين شويه يمين يمين شويه يمين شويه. خلاص بقى عرفنا بقى انجز بقى بالمزيكا اللي شغاله الرايقه دي. اوكي كده شويه. اوكي اضرب. ايوه ايوه. ايه ده؟ اعلي قوه شويه ولا اقللها شويه؟ لو قللتها شويه هيبقى اضمن. روحي كده. هي كده اضمن بكتير صح كده. اوكي ما ادفع راح فوقها على البتاع. يا عم ايه اللعبه دي؟ ايش روح كده اعتقد كده تمام. اضرب. الله عليك يا ابو بستيت. الله عليك يا ابو بستيت. قول لي ان انا نجحت. نجحت في الاختبار خلاص كده ولا ايه؟ فاضل 7 كور بس. ايه ده؟ هي ما دخلتش ولا ايه؟ ايه ده مش فاهم. ما دخلتش؟ ايوه اوكي 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 نجحنا. اوكي اه الازاز الازاز الاول بعد كده سكويد جيم. اوكي طب دي ما احنا دي هنخسر فيها وش ده. انا اوكي مفيش حد معايا يا عم. يمين تمام. طب شمال ولا بيتغير؟ اوكي شمال بعد كده شمال تاني بعد كده بقى المره دي يمين. اوكي بعدين شمال تمام. شمال شمال يمين يمين شمال شمال. انا نطيت والله. شمال شمال يمين يمين. ايه ده؟ الو هي بتتغير؟ شمال شمال. اه بتتغير. طب انا المفروض اعرف ازاي بقى؟ المفروض اعرف. هو انا ممكن امشي عادي؟ لا اللي عامل اللعبه ذكي. طب انا المفروض اعرف ازاي؟ الازاز فيه حاجه مختلفه؟ المفروض انعكاس الضوء بس الانعكاس نفسه في كل حته يا جماعه. الو شمال. طب وبعدين طيب؟ وبعدين والله. طب يمين. اوكي يمين تاني. او ماي جاد هاو. انا المفروض اعملها ازاي دي؟ شمال. اوكي شمال تاني. او ماي جاد انا المفروض اعملها ازاي دي يا اخوانا؟ يمين. هي كام واحده يا جماعه؟ صعب ان انا اعملها دي يا جماعه والله. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ممكن اجرب اخر لعبه فيهم عشان دي الصراحه غبيه شويه. هلو شفنا اللقطه دي خلاص بليز. بس والله لعبه لطيفه يعني لذيذه لذيذه. ممكن واحد يعمل منها فيديو بس هي الحته بتاعت الازاز دي معفنه قوي. قال لك لعبه الحبار. طلعنا يا عم من هنا يا عم. اوكي فاضل الحبار السكويد جيم نفسها اللي هي اخر لعبه فيهم خالص. بتاعت الازاز دي صعبه خلينا متفقين. لازم يكون في حد بيموت قدامك عشان تعرف انت بتمشي ازاي. وكنا بتراستر كل مره دي صعبه قوي. فخلينا نروح على اخر لعبه. ماشي دي سكويد جيم. ايه ده في ده جايب صوره كوبي رايت تقريبا. ايه ده؟ طب اعمل ايه يعني؟ مش فاهم. ايه ده؟ ايوه طب ما مفيش حد بيلعب معايا يا جماعه. في حد معايا؟ ايه ده؟ هو ايه؟
وانا بلعب ضد مين؟ وانا بلعب ضد مين والله؟ اه ايه ده مين ده؟ تعال ده فايت يا جماعة. الو موتوا ايه ده؟ ده ايه ده؟ هو اللي بيطور اللعبة بدأ كويس وبعدين قلشت منه باخر اتنين ولا بيتها يعني. ماشي تعال جاي من بعيد اهو. الله العظيم. يلا الاجازة بتخلص وهنرجع تاني للكواليتي كونتنت ان شاء الله. ماشي خلاص ولا ايه؟ موتنا اربعة يا اخوانا ولا دي لغاية ما انت تموت ولا ايه؟ مش فاهم. ده الخامس اهو. والله العظيم ماشي جنب العلامة الووتر مارك بتاعت الصورة مش عارف شايفينها ولا لا. تعالى يا ابني. هو انا المفروض اطلع طيب؟ ولا انا بدافع عن جوه مربع وخلاص؟ انا موت. طب ما اكيد اموت يعني. ما انا مش فاهم اللعبة مستنية مني ايه والله. مش عارف الصراحة. اعتقد انا هقفلها على هنا. اه يعني خلاص كده. اوكي شكرا ليك. شكرا ليك معليك. شكرا شكرا يا فندم. انا جبت الكاميرا عليا. استنى بقى كده هخش على itch.io وهكتب سكويد جيم تاني. مش هين عليا اقفل الفيديو دلوقتي. هنشوف في ايه تاني سكويد جيم في الموقع. استنى استنى نشوف كده. بسم الله بحاول بس افتح الموقع بس. سكويد جيم هنبص كده مع بعضينا لو في حاجة تانية تستاهل. هو موقع عامل بطيء قوي كده. اه في سكويد جيم. في واحدة تانية معرفش بقى ده ايه نظامها. انزلها وخلاص. ريد لايت جرين لايت. اوكي داونلود. جاست تيك مي تو ذا جيم. بنزلها بنزلها بنزلها. وانتوا عاملين ايه الاخبار؟ خد الوقت ده فرصة عشان تصلوا على النبي كده وتدعوا للناس اللي بتحبوها وتعملوا لايك للفيديو ده وتعملوا باك فليب فرونت فليب رايت فليب ليفت فليب و كده لغايه ما اللعبه تنزل لان هي قدامها 3 دقايق. ف وده طبعا من وقت البرنامج لان انا ما كنتش المفروض العب لعبه ثانيه النهارده اصلا. ايه تاني ممكن الواحد يقوله لكم في الحياه؟ والله موقع اتش اي او ده في حاجات كتير حلوه ممكن الواحد يلعبها والله العظيم. يعني في لعب كتير ممكن تنقذ الواحد ان هو بيحاول يعمل لعبه كده. في اصلا لعبه سكويد جيم برضو كنت عايز العبها لقيت الناس بتقول عليها دي في ده واضح ان اللي بيعملها بيعمل مايننج ولا حاجه. فقلت لا بلاش. مايننج ايه اللي بتعمله والله؟ وات هابند ات ذا فارم. ايه اللي حصل في المزرعه؟ حلو ده حلو ده والله العظيم. عمال انزل لعب رعب بس والله العظيم. ما ده لعب رعب انزلها وبنزلها. طبعا مش عايز اوريكم الحاجات كلها عامله ازاي بس عمال انزل. كل اللي بعمله ان انا عمال انزل في لعب. قلت بقى ايه اهي فرصة الواحد مش عارف يسجل ايه فهي فرصة الواحد ينزل حاجاته خلاص. ايه دي كمان؟ يلا شكلها مرعبة نزلها. اي حاجة شكلها مرعبة نزلها على طول عشان اعرف اسجل حاجات. طبعا يا جماعة قريب قوي هتلاقيني بقى بغير التيشيرتات تاني بقى ومش بسجل بنفس التيشيرت وبتاع. ده معناه ان اجازتي خلصت. فيا ريت نحترم الموضوع ده ونقدره ونتفاعل بطريقة ايجابية من غير فصلان لغاية ما ارجع تاني للمايند سيت بتاعت الستريمرز او اليوتيوبرز. هو ايه طيب؟ بوز بوز بوز. يلا يا عم سكويد جيم بيت انت. والله بنزل اللعبه اقسم بالله اهو. استنى اوريك والله العظيم استنى اوريك اهو بنزل دي. ايه سكويد جيم بتنزل ب 300 ايه؟ احنا رجعنا سنه كام كده؟ وانا ممكن اعمل ريزيوم الحاجات. اه ينفع. طب نعمل دي بوز وريزيوم. ممكن السرعه تزيد. هي مالها وقفت خالص كده. الو الو. طب ايه طيب؟ طب ايه طيب والله؟ لا بتهزرش يا عم. ايه ده يا عم يا عم يا عم؟ عايز اسجل الناس يا عم والله. ايه ده؟ في ايه؟ ما يلا. طب ده يقدر يكمل؟ ده ولا واحد. هو النت فصل ولا ايه؟ ايه ده كملت. الو انا ليه عملت؟ انا لما عملت ريزيوم لواحده من دول ليه كملت بتاعت سكويد جيم قدامها دقيقتين. يلا بقى بليز بقى
بليز بقى بلاش بقى اقرف بقى. يلا، هو الداونلود اللي بيقل ولا السرعه اللي بتقل ولا ايه؟ والله ايه ده السرعه بقت ايه ده ايه ده في ايه بقت صفر؟ طب ما لازم انا اول مره اشوف كده في حياتي لما لازم معاها حاجه تانية بتشتغل. حد شاف ده قبل كده؟ يعني لما بعمل داونلود لحاجتين مع بعض بتشتغل سريعة، لما بعمل داونلود لحاجه لوحدها ما بتشتغلش. ده ايه ده بقى؟ ده اسمه ايه ده؟ والله اسمه ايه ده؟ يلا يا عم، يلا يا عم. بص، منزل باف امبوستر ومنزل تشاكي. تشاكي دي تقريبا مروان لعبها، باف امبوستر تقريبا برضو مروان لعبها تقريبا. كده احنا عرفنا مروان بيجيب العابه منين. لحظة واحدة، هو التايمر اللي بيقول انا مش مشغل العداد. الو، انا كنت مشغل تايمر ساعة يا جماعة. احنا هنجرب السكويد جيم التانية دي وبعد كده هنقفل الفيديو هنا. معرفش ايه الفيديو الملعون ده، والله كيرست اقسم بالله. تحسوا ان احنا في لايف ستريم اصلا. يلا يا عم بقى، عايز اقفل اللعبة للناس بقى. ده ايه الذل ده؟ من كام يوم في واحد كلمني كده قال لي انا عايز اعمل اعلان في القناه، وقال لي انا تبع شركه كذا، فبيقول لي رقمي كذا، ما تكلمني على الواتساب. قلت له لا، ابعت لي ايميل. فبعت لي ايميل، ايميله حاجه حاجه @gmail.com. فبيقول لي في الايميل انا رقمي كذا، ما تكلمني على الرقم بتاعي. رحت كلمته قلت له هو انت تبع شركه ايه؟ قال لي شركه كذا. قلت له ايوه، يعني تبع ايه يعني؟ يعني ليه ايميلك @gmail.com؟ ماشي، ده الكلام ده على انستغرام. قرا كلامي ما ردش تاني، فعرفت ان هو هاكر، واحد بيحاول يهكرني فاكرني مغفل. وانا اصلا في الحاجات دي ببقى حذر جدا. انا قصدي كاتب له في الرساله بقول له اصلا ببقى حذر قوي مع الناس اللي بتعامل معاها، فانت ايه نظامك؟ انت منين؟ بس بعدين اكتشفت ان هو تقريبا واحد بيحاول يهكرني، بس هو تعبان شويه بعافيه شويه، فكاني اسمه ايه ده؟ بصحى الصبح بقعد على النت من البطاطسايه اللي عندي، مش على النت بجد. الله اكبر، عرفت اتكلم لغايه ما اللعبه تنزل اهي. هي عماله بتزيد وبتقل، انا مش فاهم ليه، بس يعني خلاص. الله اكبر، هانت. ايه يلا بقى، مش ترند اصلا. بقى قد ايه؟ بقى لنا 6 دقايق بنتكلم تقريبا. اخيرا هو فيديو غريب. بص، هو فيديو غريب ينزل زي ما هو اهو، ماشي. بس خلينا بقى نعمل لها اكستراكت، بعد كده نلعبها، وبعد كده نتنيل. ماشي، بسم الله. بعملها اكستراكت هو ما تشتغلش بقى. اوكي، شغلتها المفروض. طبعا اللينك بتاع اللعبه دي واللينك بتاع اللعبه الثانيه هحطهم لكم تحت في الوصف. في ايه؟ هاي فول سكرين، ينفع اخليها 4K؟ اديله. في ايه؟ تا 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 ايه ده؟ مش فاهم. كريت جيم روم نيم تيست. في ايه؟ Red line, green light, the glass stepping, tug of war. تعالوا نجرب الأول the glass stepping دي، ماشي؟ Start. إيه ده؟ أوكي. إيه ده؟ هذا مين اللي مات؟ تعالوا نغمض عينينا. إيه ده؟ اوكي. تمام، اللي بعد ده غبي قوي ده، يعني ما انت بتتفرج. اللي بعده فاضل كام واحد؟ 4. الله يخرب بيوتكم. ده ممكن يزقوني. الو، رجعني تاني يا عم. انا مش عارف الماوس ده ايه نظامه برضه، ما راحش ليه. اوكي، مش فاضل غيركم انتوا الاثنين يا جماعه، فروحوا. ما تنضوا انتوا كمان معانا والله. ايه ده يا ابن اللعيبه؟ اوكي، مات. هو الوقت ده شغال، الوقت مش شغال. اوكي، انت اخر واحده، روحي وانا وراكي. لحظه واحده، انا ممكن امشي بالنص. ايه ده اللي حصل ده؟ انا ضغطت بالنار ليه؟ هي دي المفروض اونلاين سنجل بلاير يا عم. بس انا بس عشان عايز بس اجرب موضوع المشي في النص ده، عشان شكله ينفع والله. انا موت. ايه الهبل؟ لا استنى 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 استنى. ليف جيم، كرييت جيم،
سنجل بلاير. استنى بقى عشان دي لازم اعديها بقى. لازم مش عارف الفيديو ده اقسم بالله براني. ايه ده بقى؟ طب هنجرب رياضة غيرها. طب هنجرب ريد لايك جرين لايك كده. يا فين؟ مش شايفها. في ايه يا ابني؟ اوكي هاتش الدار. ايه ده انت كله؟ يا نهار ابيض ايه الدم ده؟ حد هيموت؟ يا مغفل انت، ما انت كنت واقف مكانك. اوكي هاتش اتحرك شطار. الله يحرقكم بجاز. بيتحركوا ليه دول يا عم؟ بصوا قدامك. هو في كم واحد عايش والله؟ يا ابني يا ابني ما تتحركش. عرف نعدي؟ يا نهار ابيض. اوكي عدينا. الحمد لله. اه 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 اه. الو؟ الو؟ برضو هي دي. شكرا. اللعبة اللي بعدها سنجل بلاير تاج اوف وور. خلينا نشوف تاج اوف وور بتمشي ازاي. دوس اف. مش فاهم. بريس انتر تو فورس بول ذا روب. مش فاهم يا جماعه. هو احنا جاي بنكسب ولا لا؟ انا مش فاهم. انا ملاحظ ان قوتنا نفس قوتهم بالظبط يعني. مش فاهم. ايه ده؟ ايه ده؟ دول وقعوا يا جماعه. ده كان فيديو النهارده وده ترند قذر اصلا وانا مبسوط ان انا ما كنتش مشارك فيه. ماشي اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم. باي باي.